أنشئت هيئة البيئة بموجب المرسوم السلطاني رقم 106 على 2020، وبناء على المرسوم آلت إلى هيئة البيئة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة البيئة والشؤون المناخية المتعلقة بالبيئة. وكانت وزارة البيئة والشؤون المناخية أنشئت في 9 سبتمبر 2007 بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 90 على 2007، وذلك بعد أن مرت مسيرة العمل البيئي بعدة مراحل تنظيمية وهيكلية، حيث كانت بداية مسيرتها في إنشاء مكتب مستشار حماية البيئة عام 1974، وكانت من أبرز مهامه إنشاء وتطوير مشروع إعادة المهاء العربي إلى موائلها الطبيعية. وفي ختام هذا التقرير، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.